انا بس يعني بعد اذن حضرتك، احنا لو هنقعد هنا نتكلم بالاحكام لا انا مش عايزه اتكلم بالاحكام انا بس اديني بس فرصه، عشان احنا في اجراء الحوار المجتمعي احنا بنستمع الى الاراء، بعد كده بتروح لمجلس النواب هو يشوف بقى ايه المتوافق مع الدستور والقانون والاحكام الدستوريه وما الى ذلك. على مدى علمنا نرد على ده، هترد براحتك طبعا، ان هو ده الحوار المجتمعي. بس احنا النهارده لو هنتكلم بالاحكام يبقى نرجئ ده للمحاكم وهي تتصرف. لكن احنا طبعا مع كامل التقدير والاحترام لكل الاحكام الصادره سواء من المحاكم الاعتباريه العاديه او المحكمه الدستوريه، احنا الان بنجري حوار مجتمع عشان نفك هذا الاشتباك. هذا الاشتباك احنا لما بنيجي نتكلم النهارده على علاقه ايجاريه تمتد الى عقود المستاجر قافل الشقه وله عقار تاني، بالمناسبه هو القانون حدد يعني الاوجه اللي يتم فسخ فيها التعاقد، فالامور دي برضو محلوله في القانون. في نفس الوقت انت لا تستطيع انك تاخذ من حق ال 3 مليون شقه، احنا لو ضربناهم في 4 بنتكلم في حوالي 12 مليون مواطن مصري. ما نقدرش ان احنا نقول النهارده ان يغفل حقوق هؤلاء، سواء القادر او غير القادر، سواء اللي محتاج او غير اللي محتاج. لكن انا في نفس الوقت محتاج ان انا انظم هذه العلاقه حتى ما اجيش على حق المالك، زي ما احنا بنقول شقة قيمتها 4 و5 مليون بتؤجر النهاردة ب10 و20 و30 جنيه، طبعا ده شيء لا يقبله عقل في سواء في الجمهورية الجديدة او في دولة بتبحث ان هي تحل مشاكل زي احنا بنتكلم فيها. الحلول في حلول متاحة وهتعرض في لجان المجلس وفي المناقشات وهنستمع الى كافة الاراء. لكن احنا بنتكلم النهاردة على ايه؟ مسألة ان انا انهي العلاقة ما بين المالك والمستاجر في ظرف 3 شهور، اعتقد دي يعني حاجة قليلة جدا ومش هتنفع. لكن احنا في نفس الوقت لازم نفرق بين حاجتين. الامر الاول القيمة الايجارية يجب ان تتحرك بشكل او باخر، لانه لا يليق الان احنا بنتكلم في امور ما يعني مش جايبه همها يعني. لا 10 و20 جنيه فتحرك القيمه الايجاريه مستحيل. لازم برضو احنا بقى فاهمين تحرك القيمه الايجاريه ده امر هيبقى بديهي اثناء مناقشه القانون. المده بقى والعلاقه ما بين المالك والمستاجر، سواء كانت العين المؤجره سكنيه مغلقه من سنين وليها اصحاب، نستطيع الان من خلال قاعده البيانات الكود اللي الدوله بتحاول ان هي تعمله دلوقتي، الكود السكني، هتستطيع ان هي تحدد اذا كان المستاجر يملك عقار اخر، يملك عين اخرى او لا، سواء كانت بقى من الـ يعني السكن مستقر في الاقارب الدرجه الاولى هيبقى له اعتبارات. وهنا بقى ده سؤال مهم جدا استاذ ميشيل، انه اذا كان قضيه التوريث، يعني دكتور بحيري اتكلم على ابديه الحق. لا كان مش مظبوط، مش موجود في القانون. لا حول ولا قوه الا بالله. ما انت لو تسمع سؤالي، اسمع سؤالي الاول. فكره انه اللي يجي الابن او الابنه يقعدوا مع الاب والام وكذا، فيستمر هذا العقد ب يعني بوفاء الحد الحفيد يا فندم فكذا، فيفضل العقد مستمر. هذا يعني انا اقدر لو اسره طبعا مش قادره على ان هم يكون عندهم مكان اخر، ولكن كمان ده برضو في ضيم وفي ظلم للمالك اللي هو يعني خلاص هنفضل بقى بالعيال والاحفاد يقعدوا كده يعني. طيب هو ما فيش تأبيد في العلاقه الايجاريه ولا حاجه. الحكم الدستوري اللي انا عمال بحتاج بيه بتاع سنه 2002 ده اللي هو ما ينفعش نطلع قانون ضده او عكسه، ادى امتداد للعلاقه الايجاريه مره واحده فقط وبشروط ان يقيم قريب الدرجة الأولى إقامة مستمرة. صحيح. حال حياة المستأجر الأصلي. صحيح. يعني لازم يكون كثيرون يستخدموا هذا الأمر يا فندم. ده جيل واحد مش مرة واحدة. عادي جدا طبعا. الجد يجيب حفيده أو يعني يجيب يعني لو عندي خمس أولاد بيمتد للخمس أولاد بعد إذن حضرتك. هو يا فندم لو إحنا طبعا إحنا كلنا عارفين إن احنا بنرتقي ومفيش حاليا زوجه بتقبل تتجوز في بيت عيله ساكنه فيه ام او ساكنه بس دي حالات فرديه يا استاذ انيس يعني. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع الجد ده، طالما الجد المستاجر الاصلي كان توفى قبل حكم الدستوريه بتاع سنه 2002 فما بيمتدلوش. اسف لو بقى لفه ما بيمتدلوش. انا عندي بس حل، انا عايز اقول حلي. احنا دلوقتي لو فسخنا العلاقه قانون الايجار القديم، تم فسخ العلاقه بين المالك والمستاجر في السفارات والبنوك والجمعيات والشركات الخاصة. طيب. والمحاكم والنوادي، مش ده هيحل المشكلة بتاع الإيجار القديم؟ هو ده حكم المحكمة الدستورية اللي المفروض ممكن نشرح للناس ماذا يقول القانون الحالي اللي هو عن، وأنا هنا بتكلم على ما قبل 96 برضو تاني، مستأجر في مالك عنده عمارة وفي مستأجرين.
تمام. ماذا يقول القانون بقى فيما يتعلق بتوارث العقار او المحل السكن؟ بيقول ايه القانون؟ التجاري غير السكني. طب خلينا في نقول السكني وبعدين نروح تمام للتجاري. السكني يا فندم بيمتد للحفيد اذا كان المستاجر الاصلي توفاه الله. القانون الحالي بيقول ايوه يا فندم للحفيد. للحفيد. وفي حالات تانية يا سيدي هتكلم مش مطلق. نسمع. وفي حالات تانية زي لو كنت حضرتك فاكره العماره بتاعت الزمالك اللي كان المترو عمل فيها تصدع. العقد امتد الناس اساسا ليست لهم اي قرابه، مجرد ان انا اتجوزت واحده كان معاها ابنها فانا مت فالعقد امتد لمراتي، مراتي ماتت امتد لواحد مش ابني اساسا وليس له اي علاقه بالموضوع. ده مش صحيح. انا بس عايز اقول لك بعد اذنك بقى اديني فرصه حضرتك كان قانون صحيح النائب عمرو درويش عشان بس برضو احقاقا الحق. هو القانون حدد يعني الاقارب من الدرجه الاولى حال وجود اقامه بشروط. مستقره بشروط وبشروط تمام. لا تخفل ذلك، لكن هي في الحقيقه زي ما حضرتك اتفضلتي قلتي ان هناك نسبه كبيره تحايلت على هذه القواعد. خلينا نتكلم بس نقول الصراحه يعني هذا التحايل اورث هذه المشكله. فاحنا لو رجعنا بالمناسبه الى اصل القانون بانه اقارب الدرجه الاولى حيال اقامتهم اقامه مستقره، اعتقد ان هيبقى عندنا مشاكل كتير. ما هي حضرتك بتكلمنا عن جيل سياده النائب اقارب الدرجه الاولى. أيوه. سياده النائب ما هو ممكن عنده خمس اولاد يعني رجل او سيده مره واحده. لا 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 مفيش كلام ده يا فندم. مره واحده لا 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 مره واحده سياده النائب. لا يا فندم نسمع بعض. الاستاذ احمد بيحاول يشوه القانون على الهواء. نسمع بعض نسمع بعض. يعني ما فيش حد يقدر يشوه القانون لان في النهايه مناطق يعني قاعد سامع وكلام بره العقل خالص. سامحنا الف قانوني في ضوابط حاكمه لهذا الموضوع، لكن للاسف هذه الضوابط بيتحايل عليها وبتبقى هي دي اللي بتخلق المشكله. فبنلاقي بقى زي ما حضرتك تفضل وقال انك بتلاقي الاحفاد مقيمين والناس قاعده وما الى ده موجود ده موجود. بس انا برضو عايز اقول مهم قوي عشان نقول الحق برضو نقول الحقيقه ان هناك العديد من المستاجرين رفعوا من تلقاء انفسهم القيمه الايجاريه تمام. يعني وانا عندي حالات اتفاق قد ايه يعني ارتضوا. يعني في النهايه هناك حاله من الرضا ما بين المالك والمستاجر. لكن هل ده يا فندم ده قهر؟ طب بس لحظه واحده يا مفيش حاجه اسمها قهر برضه. انا مش طايل حاجه فهيديني 5 جنيه فوق ال 10 هاخدها يعني من ايه؟ 20 جنيه انا عايز حضرتك تقارني بالقيمه السوقيه. تفهميني بس حضرتك ده بيديك انطباع ايه؟ ان في حلحله ممكن يكون في حلحله ان يبقى في نسبه واقعيه قصاد القيمه الايجاريه اللي بيتم تحصيلها الان. انا عايز بس ده مهم ونقول فيه ايه عشان بس الامور تبقى واضحه. انا مش عايزين بس الملاك يبقى الموضوع هنصل فيه الحل في مجلس النواب. ده موضوع منتهي. الحلحله بتاعه الموضوع في الحوار المجتمعي هو ده اللي هيدينا حلول. وفي حلول بس انا يعني مش هقدر نتحدث فيها الان لان دي مناطقها في مجلس النواب.